سنا عينيك لمحة يداوي من صروف الدهر جرحا، يسكن خافقا بالشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من التوفيق رشحا، وهبني من سما الإلهام نفحا، إذا ألهمتني فالشعر وحي، وإلا ارتد منه الحسن قبحا. من سنا عينيك لمحة يداوي من صروف الدهر جرحا، يسكن خافقا بالشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من التوفيق رشحا، وهبني من سما الإلهام نفحا، إذا ألهمتني فالشعر وحي، وإلا ارتد منه الحسن قبحا. أبا الهادي إليك القلب يهفو كهفو الطير رفرفة وجنحا، عظيم أنت وصفك جل معانا، من يكبح الألباب كبحا. به الشعراء قد ثملوا ولما يذوقوا من دنان الوصف قدحا، جواد صاغ جودك كل جود، ولولا أنت معنا جودي يمحى. وفي للإله وفيت عهدا، ومن ذا مثلكم وفى وضحى، أبي أنت لم ترك لظلم، رفضت الظلم تصريحا ولمحا. ويا دم ذنبك الأخلاق لاذت، لتحبي من لدى شفتيك رشحا، بجيم الجود جدت فجل اسم دعاك به إله الخلق مدحا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع وألف جمعهم ودبر
وامتر بين ميرهيم وتوحد بكفاية مؤنهيم واعضدهم بالناصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالأدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجوههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من ورائهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نساءهم اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم صل على محمد وآل محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما يريد. اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا بمحمد وآل محمد يا رب يا قوي يا متين يا ذا القوة والعزة والجلالة يا الله يا قادر يا مقتدر يا قاهر الجبارين يا ظالم يا مبيد الظالمين يا قاسم ظهور الظالمين يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين محمد وآل محمد. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات في كل مكان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من حلقات برنامج باب المراد. نعم، هنا في أرجاء صحن الإمامين الجوادين في هذه العتبة المباركة، العتبة الكاظمية المقدسة، حيث روضة قبري الإمامين موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام باب الحوائج وحفيده الإمام محمد بن علي الجواد باب المراد سلام الله تعالى عليهما. نلتقيكم بهذه الحلقة الجديدة في هذا الأسبوع، ونحن وإياكم أيها الأحبة مررنا في الأيام السابقة في منطقة الشرق الأوسط، والمسلمين بصورة عامة وشيعة أمير المؤمنين بصورة خاصة بظروف إن شاء الله تعالى نلتمس البشرى بنصر، وما النصر إلا من عند الله. فإن شاء الله تعالى نتوجه إلى الله عز وجل الليلة بالدعاء، فكما هنالك لنا رجال شجعان نذروا أنفسهم، نذروا دماءهم في ساحات الوغى بأن يضحوا بأثمن ما لديهم من أجل النصر على العدو الغاشم، العدو عدو الإسلام وعدو الإنسانية، الصهاينة اللعناء لعنهم الله وأخزاهم في الدنيا قبل الآخرة. هنالك جنود يجلسون في البيوت، المرأة هي جندي، الطفل هو جندي، الطفلة هي جندي أيضا، وجميع الأخوة والأخوات إن شاء الله تعالى. وأسلحتنا وأسلحتكم نحن العزل هي الدعاء كما ورد عن الأئمة سلام الله عليهم. نعم، اليوم نتضرع إلى الله عز وجل بدعوات مشفعة بجاه الإمامين الجوادين من خلال اتصالكم بالبرنامج عبر الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، وهذه الأرقام هي ذاتها في كل حلقة من حلقات البرنامج في كل أسبوع في كل يوم أربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 مساء يأتيكم برنامج باب المراد. أنا وأخوتي كادر البرنامج في خدمة جميع المحبين والموالين لعترة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي خدمة زوار الإمامين الجوادين وخدمة الإمامين سلام الله تعالى عليهما. الليلة نرفع الأكف بالدعاء إلى السماء متوسلين إلى الله عز وجل بالإمامين الجوادين كما ذكرت، وأكرر الكلام وأكرر التذكير بأننا ننتهج نهج محمد وآل محمد. عندما دخل الإمام زين العابدين في محضر اللعين يزيد لعنة الله عليه قال إننا قوم كرامتنا من الله الشهادة، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. فإن شاء الله تعالى لا يخيفنا ما قام به وما يقوم به وما سيقوم به العدو الغاشم، فصغيرنا إن شاء الله تعالى هو كبير بثباته وبانتهاجه لنهج محمد وآل محمد. نأخذ على بركة الله اتصالات في هذا البرنامج. نأخذ أول الاتصالات، الأخت أم كوثر من البصرة جنوب العراق، يعلو معك النداء ومع جميع السادة المشاهدين من الأخوة والأخوات يا أم كوثر، بنية قضاء الحوائج، بنية الشفاء، بنية نصرة المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله تعالى، يعلو نداءنا الموحود يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. السلام عليكم. فقط نصينا صوت التلفاز أو ذات كتمين بعد يكون أفضل، وذا تبتعدين عن مكان التلفاز يكون حتى الصوت واضح إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام، السلام عليك يا حياكم الله ومولانا. مرحبا، تفضلوا بالزيارة. لديكم الدعاء والزيارة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا إمام الكاظم والإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام عليك وعلى جدك الحسين، السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وفي الآخرة وشفاعته في الدنيا وفي الآخرة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
يا الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، وأنك معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل والعالم العادل والصادق العامل. يا مولاي إني أبرأ إلى الله من أعدائك وتقرب إلى الله بموالاتك. السلام عليك. أحسنت يا إمام يا محمد الجواد، أريد قضاء حاجتي. أسأل الله عز وجل بحق صاحبي هذه الروضة الشريفة أسماء ومن لاد بها من الملائكة والمؤمنين، إن شاء الله تعالى يفرج عنكم ويقضي حوائجكم إن شاء الله، ويفرج عن المؤمنين والمسلمين وشيعة أمير المؤمنين إن شاء الله. نعم الشفاء لي ولأختي ولأولادنا. إذا تحبين إذا تحبين يا أم كوثر تذكرين الأسماء، إحنا بالخدمة إن شاء الله. شكرا لكم يا أم كوثر، إن شاء الله زيارة مقبولة. سجلنا أسماءكم وكالعادة هذه الأسماء أسجلها في هذه الورقة أضعها في ضريح الإمامين الجوادين، نؤدي زيارة نيابة عنكم نقرأها في ختام البرنامج، ونؤدي صلاة الزيارة ركعتين للإمامين سلام الله عليهم، للإمام موسى بن جعفر، وركعتين للإمام الجواد، وركعتين بنية قضاء الحوائج. إن شاء الله تعالى تقضى حوائجكم جميعا. أم سجاد ويانا من ديالة، سلام عليكم. يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد يا الله. الليلة دعواتكم للمسلمين بالنصر والسداد والتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. الله والديك مشكور. الله يحفظكم. الله يحفظكم يا أم سجاد. فضل بالزيارة. رحم الله والديك، رحم الله والديك، محفوظ بالله إن شاء الله. الله يبارك فيك. سلمي على الإمامين الجوادين، ادعو رب العالمين، توسلي إلى الله عز وجل بالإمامين لتقضى حوائجكم إن شاء الله الليلة. شاكرين اتصالكم يا أم سجاد، اسمكم سجلناه ويانا بهذه الليلة، وراح ننوب عنكم بالزيارة بإذن الله تعالى، وما ننساكم من الدعاء أنت ومن قصدتيهم في هذه الليلة بالدعوات الطيبات إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال الأخت زمن من ميسان، سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة يا باب المراد. حياكم الله يا أختنا الكريمة، وعظم الله أجورنا وأجور المسلمين باستشهاد سيد المقاومة سيد حسن نصر الله، وإن شاء الله تعالى النصر للمسلمين بإذن الله تعالى وببركة دعواتكم. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. يا باب المراد السلام عليكم يا وليين نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم يا حجتي الله في أرضه وسمائه، عبدكم ووليكم وزائركم ومتقربا إن الله بزيارتكم. اللهم اجعل لي لسان صدقك في أوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب المراد، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج. إنا توسلنا واستشفعنا وتوسلنا بكم إلى الله وقدمناكم بين يدي حاجاتنا، يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوي أستاذ مشتاق لا تنسانا من الزيارة وصلاة ركعتين وحينا بقضاء الحوائج والصحة والعافية. الله يطول عمرك الليلة أنت بدعواتنا وزيارتنا إن شاء الله للإمامين الجوادين. الله يوفقك سلام الله عليك الخدمة ولا يحرمك يوفق الجميع إن شاء الله وما يحرمنا وإياكم من بركات محمد وآل محمد في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة إن شاء الله. شكرا لاتصالكم يا أخ الزمن، أسأل الله عز وجل أن يتقبل دعواتكم وزيارتكم الليلة للإمامين الجوادين وأن يديم وصلكم مع محمد وآل محمد. نأخذ اتصال آخر، الأخ حسين من كربلاء المقدسة، السلام عليكم يا باب المراد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. تفضل يا أخ حسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا موسى الكاظم يا باب المراد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا سيدي يا جواد الأمة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم بحق هذه الليلة عندك يا الله أنصر شيعة أمير المؤمنين في لبنان يا وطن الطيب حسن نصر الله، بحق محمد وآل محمد، وارحم شيعة أمير المؤمنين كافة يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله يا الله، بحق هذا اليوم عندك يا الله يا الله يا رب يا رب. أحسنت إلهي بالجوادين إن شاء الله يقضي حوائجكم إن شاء الله يا رب. هذا ضريح الإمامين الجوادين، وهذه أكف المؤمنين تتمسح على شباك ضريح الإمامين الجوادين، وتسأل الله عز وجل
بأن النصر. يفرج عنها وعن المؤمنين إن شاء الله تعالى وبالنصر. آمين آمين يا رب العالمين، ويحفظ قناة كربلاء ويحفظكم جميعا، ويحفظ المخرج، يحفظ كافة الكوادر. نعم نقولها وإياكم من قلب ولسان إن شاء الله تعالى يا أخ حسين، إننا قطعا سننتصر إن شاء الله ما دمنا متمسكين بمحمد وآل محمد، وما زلنا منتهجين لنهجهم القويم، وإن شاء الله تعالى لا نأبه لما يقوم به هذا العدو الغاشم القزم حقيقة. إن شاء الله تعالى سيسحق، وإن شاء الله تعالى النصر المبين على يد سيد ومولاي صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وحبيب استاذ مشتاق، ان شاء الله خدمتكم. ان شاء الله يا تحقق وعدين حق الكرم السلام ان شاء الله. بركة دعواتكم الطيبه يا اخ حسين، جزاك الله الف خير، مشكور، والله يطيب انفاسك ويستجيب دعواتك ودعوات اللي يتابعون البرنامج ايضا. حقيقه مثل ما ذكرت في بدايه البرنامج انه ورد عن الائمه سلام الله عليهم ان الدعاء سلاح المؤمن، والليلة إحنا هذه فرصة لكل السادة اللي يتابعون البرنامج، بقلبك الطاهر بقلبك الطيب، هذا قلبك اللي ممتلئ بولاء وحب الصادقين لمحمد وآل محمد، توجه إلى الله عز وجل، ارفع الأيادي في كل لحظة، تشاهد خبر على التلفاز، تقرأ بالسوشال ميديا، أي خبر تشاهده ادعو للمؤمنين، ادعو جنود الشجعان هنالك في لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان، إن شاء الله تعالى النصر المؤزر بإذن الله تعالى، ونستمع وإياكم إن شاء الله مسامع الخير وبشارات النصر إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال أم حميد من بغداد. السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم. يا عليكم باب السلام المراد. وحياكم الله يا باب المراد، يا باب المراد يا بغداد. أولاً أنا تعبانة ومريضة، بسم الله يجتنى ما اللهم يشافيكم ويعافيكم يا أم حميد. الليلة أنت طرقتي بابي الجوادين سلام الله عليهم. يا عزي أريد محمد الجواد منكر نجا يا علي بن منكر غريب الغرفة محصومة يا الله الجحادة، أريد أكون تدعي لليل الله يفرج كل شباب إن شاء الله. إن شاء الله يا أم حميد، خلي ظنك حسن الليلة بالله عز وجل وبالإمامين واللي يسمعون البرنامج إن شاء الله تعالى يتوسلون بصاحبي هذه القباب المنيرة وهذه المنارات الشامخة. إن شاء الله يفرج عنكم بحق محمد وآل محمد، على أولادنا أولادكم وعلى المحبين. الله يسلمكم. يعني المصاب المصاد علينا، والله احنا ميتين على السيد وعلى غيره وعلى يدرسون هالبيجال وشاف الغمان. الله كريم، الله كريم، الله يفرج عن كل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، وان شاء الله يقضي حوائجكم الليله. بدا علي بن مصر امين، وبحق المعصومه ان شاء الله، وبالجواد التقي النقي ان شاء الله. إن شاء الله يطيها ويطيها أمراتكم. الله يسلمكم. تدعي لي من قلب صادق. يا رب. يا رب. خلي لي ركبتين يا بعد أمك يا رب. خادم يوم. خادم يا أم حميد. إن شاء الله ما ننساكم من الدعوة. ولدي ولدي ولدي. بخدمتكم. على عيني. على عيني وعلى راسي يا يما. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. شاكرين اتصالكم يا أم حميد. والله يستجيب الدعوات إن شاء الله تعالى، وسيدي ومولاي باب الحوائج يسمع صوتكم، وإن شاء الله تعالى يعلم ما في قلوبكم بقدرة الله عز وجل وبإذن من الله عز وجل، وهذه كرامة من الله عز وجل أنه الله عز وجل أنطاهم هذه المنزلة وهذه المرتبة، والله سيلعن من يغير مراتب محمد وآل محمد إن شاء الله تعالى. دعواتنا لكل المرضى ولكل المحتاجين بقضاء الحوائج والشفاء إن شاء الله. نأخذ اتصال أبو عباس من آمرلي. سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله. لنجعل هذا النداء يخرج من قلوبنا قبل ألسنتنا. يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك السلام يا أسد بغداد يا فخر بغداد. السلام عليك يا ام الجواد،
محمد الجواد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. إلهي احنا الليلة ان شاء الله ندق باب الحواج موسى الكاظم وباب آمين. الحواج آمين يا رب. محمد الجواد عليه السلام، السلام عليك يا إمام موسى الكاظم عليه السلام. إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله بحق أبو الحسن باب الحواج موسى الكاظم عليه السلام يا الله. يا إلهي بحق هذا المكان الطاهر عافي وشافي كل مرضى بحق إمامين الجواد يا الله. يا الله يا الله، اللهم احفظ حجزنا الشعبي آمين والقوات الأمنية والجبهات الخداء، اللهم احفظهم وانصرهم سدد رميات بحق إمام الجواد عليه السلام يا الله. استاذ مشتاق اللي من عندك تسجل اسماء طلب حاجه الليل ان شاء الله ابراز اريد من باب المراقبين ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو عباس الله اذكر الاسماء واحنا بالخدمه ان شاء الله، الورقه تنتهي بهذا الضريح المبارك. تسجل اسم والد بالحفظ والدتي المرحومه الحاجه ام محمد، اخواني الله يرحمها واولادي وشهداء امير المؤمنين وبالذات المرحوم الشهيد ابو احمد الشهيد عنط الله عظمه السيد حسن نصر الله. أحسنت. واحنا ندعي خيمه العراق الامام السيد علي الحسين السيستاني وبالذات ان اللهم احفظ هاي قناه الكادر يا رب. البث يا رب يا رب الله حوائجهم وشف الله مرضاكم بحق باب الحوائج. امين امين ببركه دعائكم الطيب يا ابو عباس. الله يجازيك الخير بشفاعه امام موسى الكاظم عليه السلام. أحسن. السلام عليك يا باب الحواج موسى الكاظم، السلام يا الجواد يا مولاي، السلام يا غريب القرباء شمس الشموس وانيس النفوس حبيب موسى الرضا، السلام عليك يا سيده معصومه فاطمه بنت موسى الكرم عليه السلام. بارك الله بك يا ابو عباس جزاك الله خير، جزاك الله خير وشكرا جزيلا لاتصالك، الله يوفقك ويحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا مره اخرى يا ابو عباس، والله يتقبل هذه الدعوات ويشافي مرضاكم بحق محمد وآل محمد. ناخذ اتصال ام وسام من بغداد. السلام عليكم يا باب المراد. يا باب المراد يا باب، حياكم الله يا ام الطيبه ام وسام، تفضلوا بالزياره والدعاء. السلام عليك يا محمد الجواد، السلام عليك يا جواد الى امه، السلام عليك يا موسى بن جحفر، السلام عليك يا الرضا ابو الرضا ابو محمد، السلام على فاطمه المحصومه، السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ابو فضل العباس قمر العشيره وعلى زينب الحوراء سيده نساء العالمين، ويرحم شهداء العراق ويرحم السيد حسن يرحمه برحمته الواسعه، وحسب الله ونعم الوكيل على اعداء العراق يا رب يا رب يا رب، على اعداء العراق والمسلمين والشيعه محمد، يحفظكم الله ويستر عليكم وعلى هاي القناة، الله ينصر المسلمين في كل مكان إن شاء الله تعالى وشيعة أمير المؤمنين من شمال الجنوب وحضرة من شمال الجنوب يا رب. الحسن وأهل البيت واقفين لي دعواتكم أيضا لأهلنا في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا نعم وفي اليمن. بالخدمة يا أم وسام. خادم الحسين بعد قلب سجل لأبو وسام ونور، الله يحفظهم الله يحفظهم إن شاء الله. وسام مريضة والعازف يحفظك الله ويرحم الموتى مالتك، خادم خادم يا يمه يرحم موتاكم ويخلي هاي القناة، الله يرحم شهدائنا ويرحم أمواتنا وأمواتكم يا رب، يرحم الشهداء جميعا بحق سيد ومولاي باب الحواج موسى بن جحفر شهداء العراق. أحسنتم. وخاصة السيد السيد حسن نصر الله ينصره إن شاء الله. الله إن شاء الله إن شاء الله. مع السلامة يا يمه يحفظكم الله بارك ورحمة الله روحهم. بارك الله بكم بارك الله بكم. قد يخون البعض تعبير حقيقة ويمكن يعبر البعض أنه الله ينصره، السيد نصره الله عز وجل، وأجمل النصر عندما ينتصر وهو يحوز الشهادة لأنه لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. والسيد هو فكر، هو نهج أجداده الطيبين الطاهرين، نهج الحسين سلام الله عليه. هنالك في كربلاء الإمام الحسين سلام الله عليه عندما انتصر الدم على السيف، هكذا هو الحال مع من ينتهج نهج محمد وآل محمد، وإن شاء الله تعالى من سيأتي بعد سيد حسن ومن سيعقبه من يحمل راية الإسلام والمسلمين وراية الحق إن شاء الله تعالى هو المنتصر بإذن الله تعالى. ناخذ اتصال أم ميثم من ذيقار. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة، حياكم الله يا أم ميثم، تفضلوا بالزيارة والدعاء للمسلمين في كل مكان. الله يحييك
السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا محمد الجواد، سلام الله السلام عليك يا سيدي يا مولاي، السلام على أسد بغداد، السلام على موسى بن جعفر، السلام عليكم يا سادتي يا حجج الله، السلام عليكم يا أولياء الله الصالحين، عظم الله أجورنا وأجوركم، استشهاد المجاهد سيد حسن نصر الله، الله يرحمه برحمته الواسعة، واجعل عاقبتنا إن شاء الله مثل عاقبته إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، وإن شاء الله ينصر الجميع إن شاء الله المؤمنين، أي والله المسلمين في أنحاء العالم شرقها وغربها حتى أمير المؤمنين، أي والله الله يوفقكم أي والله لهذه الخدمة. السلام عليك يا سيدي يا سيد بغداد، يا سيدي يا طيب الله انفاسكم واستجاب دعواتكم، نصر من الله وفتح قريب، آمين. نصر من آمين. الله نصر من الله وفتح قريب، أيوة. وقطعا سننتصر ان شاء الله، اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النصر الزمان. للمسلمين ولشيعة امير المؤمنين سلام الله، اي والله يا صاحب الزمان مولاي يا صاحب الزمان اللهم عجل وليك الفرج يا رب، اي والله اللهم عجل وليك الفرج يا رب، وارزقنا الطافه ودعواته محمد وآل محمد، اي والله صل على محمد وآل محمد، انصره نصرا عزيزا، امين امين يا رب، فتحا يسيرا يا رب، يا سيدي يا مولاي يا الله، ازور نيابه عن جميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات، عن جميع الشهداء وعن جميع الله يشافي الله يتقبل جميع الجرحى ان شاء الله، الله يتقبل يا رب، اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخره شفاعتهم، الله شكرا لكم، شكرا لكم يا ام ميثم، جزاكم الله خير، امان الله وامان سيدي مولاي باب الحواج موسى بن جعفر ان شاء الله تعالى، جزاكم الله خير الجزاء. وميثم طبعا ذكرتنا بنقطه مهمه جدا احب اذكر بها الساده المشاهدين، انه ما قامت به العتبتين المقدستين العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه في استقبال الجرحى وايضا استضافتهم في المستشفيات وكذلك إرسال المؤن والأدوية وإرسال المساعدات الغذائية والطبية وكل المستلزمات التي هم بحاجة إليها أهل فلسطين وأهل لبنان، موقف مشرف حقيقة للعتبتين المقدستين وبالقائمين عليها، وكذلك لا ننسى باقي العتبات المقدسة هنا في الكاظمية المقدسة أمام أنظار صناديق وأماكن يجلس فيها بعض من الخدم يقومون بجمع التبرعات التي ستخصص إن شاء الله تعالى لأهلنا في لبنان وكذلك في فلسطين. معنا اتصال الأخ علي من كربلاء، السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وحياكم الله يا أبو حسين، تفضل بالزيارة وهنيئا لكم مقدما إن شاء الله. رحم الله والديك، السلام على الإمامين الجوادين، السلام على الإمام موسى بن جعفر باب المراد، السلام على الإمام محمد الجواد، السلام على الإمامين الهمامين، السلام على أهل البيت عليهم السلام، ابتداء من الرسول صلى الله عليه وآله وانتهاء بالإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، اللهم انصرنا وانصر شيعتنا في جميع الأول في جميع بقاع الأرض، آمين بحق الجوادين، بحق الجوادين إن شاء الله، بحق الجوادين انصر الشيعة في كل أماكن الأرض من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى إيران إلى اليمن إلى كل المناطق، الله يجعل راية الإسلام هي العليا دائما إن شاء الله، نصر من الله وفتحا قريبا، أحسنت الدعاء وسجل اسمي واسم والدتي أم علي، أم جزاك علي. الله خير الجزاء بالخدمة يا علي بالخدمة، سلامنا الله يعلم لك وللأهل إن شاء الله، وما ننساكم الليلة عند الجوادين نزور عنكم نيابة وندعو لكم إن شاء الله ونصلي أيضا صلاة الزيارة خدمتكم يا حبيبي، شكر لله الله خير الجزاء، الله يرضى عنا وعنكم إن شاء الله، ونسأل الله القبول بحق محمد وآل محمد. معنا اتصال أبو زهراء من بغداد، السلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ العزيز يا باب المراد، يا باب المراد ضريح الجوادين أمام منظارك وأنت السولف بعد وين الإمامين، السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا محمد الجواد، نعزي العالم الإسلامي والإمام السيد السيستاني دام ظله باستشهاد حسن نصر الله هذا المقاوم المجاهد، أعظم الله لنا ولكم الأجر وللمسلمين إن شاء الله تعالى، إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحسنت صدق الله العلي العظيم، أحسنت يا أبو زهراء، الله يرحمهم ورحمة الواسعة والله يحشره مع الحسين وأصحاب الحسين،
نحب نذكر يا ابو زهراء الساده المشاهدين وكذلك كما تفضلت ان هذا الخط خط محمد وال محمد هو خط الجهاد، وهذا الخط هو ولاد يذهب قائد ياتون بدل عن هذا القائد الاف المؤلفه ان شاء الله تعالى. والله يرحمهم ان شاء الله شهداء لبنان وشهداء فلسطين وشهدائنا الحج الشعبي ان شاء الله. الله يحفظهم ويشاف الجرحى. واقول نعم القاصد من يقصدك والهموم ذقاه. ايه من يوصل حضرتك يا الكاظم ينشرح صدره وهمه ينزاح. يا باب الحواج جيت نخاك يا الكاظم انت ما ترد نخاك. لا والله ومو عجيب تزين هم بشغل الجبال ذمة ذمة برقبتك كل هاي زوارك. ايه وريد همومهم مولاي تنزع. امين امين ان شاء الله. احسك بتشوف وذيك المضيعة انت بشر. احسنت احسنت يا ابو زهراء وطيب الله انفاسك والامامين سلام الله عليهم بالجاه الذي لهم عند الله عز وجل لا يخيبون أحد لا يخيبون من قصد الله عز وجل وقصد وجهه الكريم متوسلا إليه بمحمد وآل محمد متوسلا إليه بذرية الزهراء الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهم. فليلتمس البشرى إن شاء الله تعالى في القريب العاجل كلما كان ظنه حسنا بالله عز وجل وبمحمد وآل محمد. نعم نأخذ اتصال مشوقي من كربلاء المقدسة. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله ونصركم بنصره إن شاء الله ونصر شيعة أمير المؤمنين وينصركم بعد بجاه الجوادين يا رب. يا رب الله يسلمك النصر للبنان إن شاء الله إن شاء الله لكل المسلمين ولكل شيعة أمير المؤمنين والعراق واليمن يا رب. يا رب. محمد وآل محمد آمين. إن شاء الله آمين. الله يا رب يا رب النصر قريب إن شاء الله إن شاء الله منصورين بجاه صاحب العصر والزمان نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله. محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد. السلام عليك يا باب المراد يا سيدي يا مولاي يا باب المراد. السلام عليك يا موسى بن جحفر يا باب الحواج يا موسى بن جحفر يا قضيب بغداد يا سوادتي أموالي يا وجاء عند الله اشفعوا لنا عند الله وزيارتكم في الدنيا وشفاعتكم في الآخرة وأزور إصالة عني وعن والدي وعن والدي وعن صاحب العصر والزمان السيد علي السستاني ودية والحشيد والقوات الأمنية والشهداء ولا حضرتكم ولا قناتكم بحق محمد وآل محمد وأهديها لزوجي ولأولادي ولبناتي ولأخواني ولجميع من يسمع صوتي وعندي أسماء أريدك تسجلهم يعطيك العافية يا خالة مشتاق خدمتكم يا مشتاق محمد وآل خدمتكم خدمتكم الخادم ربك خادم ربك سيد خضير وزمان زمان عبد الرضا تمام وسيد حاكم ومعلا ومجاسيم والمرحوم طال حسن ويعطيكم الصحة والعافية لا تنسونا بالدعاء ان شاء الله عملية العين اريدك تدعي لي خادم إيه والله خادم صحة وعافية ام شوقي ان شاء الله لنا وان شاء الله بجاه بجاه اللي جاورتيهم سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين وبالفضل العباس يمن إيه. عليكم وعلى جميع المرضى ان شاء الله تعالى بالشفاء العاجل بحق محمد وال محمد. شاكرين اتصالكم يا ام شوقي وكل اللي ذكرتيهم راح ندعي لهم ان شاء الله تعالى ودعواتنا لسماحة سيد المقاومة الشهيد البطل سيد حسن نصر الله الرحمة والمغفرة والرضوان في جنات الخلد إن شاء الله تعالى مولاي محمد وآل محمد. دعواتنا للشهداء الذين ساروا على نفس الدرب بالجنة والغفران إن شاء الله تعالى. دعواتنا للشيخ فاضل الدراجي والسيد عبد الرزاق الجزاني خطباء المنبر الحسيني بالرحمة والمغفرة كذلك صادق السهيل بالرحمة والمغفرة الخالة أم أياد والمرحوم العم عطاء أبو هشام والمرحوم العم راضي أبو حسنين العتابي بالرحمة والمغفرة. دعواتنا للعلوية خديجة والمرحومة أم حسين بالرحمة والمغفرة وهاشم وعبد الله وعلي ومحمد وأحمد وأم عبد الله وأم علي وعائلتها وفاطمة وزينب وسارة ومريم والعلوية الكريمة نضال بقضاء الحوائج والتوفيق والسداد إن شاء الله تعالى وبزيارة المراقد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم.
الطالب محمد رزاق درويش بالتوفيق والسداد والنجاح وقضاء الحوائج. أبو هاني وزينب ومحمد ورقية وزهرة أن يرزقهم الله عز وجل زيارة الإمام الحسين وزيارة الإمامين الجوادين ودوام الصحة والعافية والرحمة والمغفرة إلى أم هاني وأن يجعل الله عز وجل قبرها روضة من رياض الجنان. الحاج جاسم العامري كفيل موكب أبي الفضل بالتوفيق ولوالده الحاج خليل العامري إن شاء الله تعالى. رملة وبدر ونواف وعلي ومهدي وفاطمة وآمنة وفاطمة من الإحساء بقضاء الحوائج. الأخ الطيب أحمد عزيز بالشفاء العاجل. كذلك الطفل محمد علي الحاج مراد بالشفاء ودوام الصحة والعافية. فاطمة منتصر الحسني بالشفاء العاجل. آية من سلطنة عمان بالشفاء العاجل. سيد جبار الناجي بالشفاء والسلامة. السيد سلام المقصوصي بالشفاء والسلامة. زهرة سعيد وخيرية عبد الرضا وهبة سليم وباسم توفيق بالشفاء وكذلك قضاء الحوائج. ولطلبتنا الأعزاء بالتوفيق. أتوجه الآن إن شاء الله تعالى بما تبقى من وقت بقراءة الزيارة للإمامين الجوادين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا وليي الله. السلام عليكما يا حجتي الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله. اللهم إنك أكرم مقصود. اللهم إنك أفضل مقصود وأكرم مأتي. وقد أتيتك متقربا إليك بابني بنت نبيك صلواتك عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تخيب سعي ولا تقطع رجائي واجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. نعم أيها الأحبة، بدأت إن كنتم منتبهين وملاحظين البرنامج بقراءة مقطع من دعاء الثغور أو أهل الثغور. هذا دعاء ينصح بالمداومة عليه إن شاء الله تعالى كي إن شاء الله تعالى نلتمس وإياكم بشارات النصر وبشارات الخير إن شاء الله تعالى، حتى نوفق وإياكم بخدمة ساداتي وأئمتي محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين والإمامين الجوادين. تقبلوا تحيات خادمكم وإخوتي في كادر برنامج باب المراد، وحتى نلتقيكم في حلقات مقبلة تقبلوا تحايانا وإن شاء الله تعالى دعواتنا لكم بالنصر المؤزر وبقضاء الحوائج وبالشفاء المرضى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرني من سنا عينيك لمحة يداوي من صروف الدهر جرحا يسكن خافقا بالشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من التوفيق رشحا وهبني من سما الإلهام نفحا. إذا ألهمتني فالشعر وحي وإلا ارتد منه الحسن قبحا.